ريسبكت ومي كوليك ما نعبرش عليهم فهمني هو معناتها سوسانا في جي ريسبكت معناتها لابي ديالو لكن كيما قلت انا من الاول المفروض معناتها خاصة الكرة نتاع نجم الكرة نتاع خضير نتاع بابا توندي كان النجم يسجلوا هدف ثاني انا بالنسبة ليا الويدين نلعب الانتريور كيما نلعب الاكستريور ما عنديش فرق معناتها بين الانتريور بين الاكستريور جيسي دامبوزي ما مانيير دو جوي معناتها بالطريقة نتاعنا كي سوا معناتها سي لو بلون ديفونسيف ولا سي لو بلون اوفونسيف نحاولوا نضغطوا نحاولوا نخليوا اقل ما يمكن من مساحات المنافس هذا في كل المباريات عملناه معناتها سجلنا هدف ما سجلناش هدف ثاني بطبيعة الحال معناتها جات غلطة قبلنا هدف التعادل ضد مانيير معناتها هذيك احكام الكره معناتها بيبيرت ما فيها حتى شيء الكره معناتها هذه معناتها بعد هدف التعادل نزلنا بكل طاقتنا للهجوم وهذيك الطريقه تاعنا بطبيعه الحال باش تعرض بعض الهجومات المعاكسه باش تعرض معناتها الفضاءات باش تكثر لكن احنا بطبيعتنا وطريقه لعب خاصه اون برون دي ريسك معناتها جيلون لا ليبرتي معناتها بالنسبه الظاهرين يطلعوا ميم لي بيفو يبيب هذا دوفون دونك معناتها انت تعرض الهجومات معاكسه مؤكد معناتها كل فريق ينجم فيه هجوم معاكس ينجم معناتها يكون الخطر لكن معناتها احنا حاضرين هذا الكل ليش نفعنا فريق الدفاع الحل الدفاع الحسين الجديد كان واقف كان بغض النظر على 30 سكوند الاولى اللي ممكن استقبلنا فيها الهدف كان التموضع تاعو جيد كان كيحاول يوصل ولكن حنا راه كنلعبو مع فريق اللي عنده تجربه وعنده لاعبين نقدر نقول 90% دوليين وعاد وحنا ملي كتقارن على اللاعبين تاعنا كتلقى 50% او اكثر من 50% نمرعوا على خمسه ديال المباريات حتى الريتم باش فرض الوداد صعيب باش تمشي فيه دونك خصك اون استراتيجي باش يمكن لك تحافظ على الطاقه تاعك وتسد جميع الممرات وتقلب على الكونترا تاعك 20 دقيقه الاخرى هو فريق الوداد نقدر نقول غامر وزيد ليلين ونسى راسهم اللي كنا كناخذوا الكره كنلقاو فراغات مع كامل الاسف كنت المباراه نهيو بجوج او ثلاثه او اربعه فاسيلمون لان جاونا دي زوكازيون باش كنا نقتلوا المباراه ولكن التعامل ديالنا مع ليسباس ومع المرمى ومع الكره في اللمسه الاخيره ما كانش حاضر وهذا في حد ذاته اللي كتقلب مكري شحال لعب هذا اللاعب تقلب هاشمي شحال لعب شيشان شحال لعب خوخوش شحال لعب وقلب لي على الوداد بواحد هذا بالنسبه ليا فمن هذا المنبر انا كنحيي اللاعبين على القتاليه والرجوله وعلى الوجه اللي بينوا وبينوا اليوم بان رغم الغيابات اللي هي وازنه فما بنتش